أنا بسوريا كنت مربي مواشي، يعني عندي كان معزة وعندي غنم وعندي هالشغلات هالشلون، يعني بقيت عايش من وراء بالبلد. هون أنا ما بقدر أشتغل هالشغلة هاي كون أنا ما عيش راس مال. أما بعد الأزمة هاي يعني بدأنا من الصفر مثل ما تقولي، يعني رجعنا لبداية الصفر. طبعا هون يعني الواحد بصير عنده ضغط نفسي، يعني لا سمح الله ولد من الأولاد إذا بصيبوا شيء حطيت برقبتي أنا بصير، وكله يعني بيرجع إلي أنا، يعني معيشته مصروفه اللهم صل على سيدنا محمد، كثير شغلات يعني طلب أخ بالنهاية مني أنا، أجار بيت، رواحوا على المدرسة، عرفت شلون؟ هذا كله آخر يعني آخر شيء يعني بالطلب إني أنا اللي يعني أدفعه، عرفت شلون؟ فلذلك صار الواحد معه مثل تقولي أزمة داخلية، يعني كتمان، يعني كتم الواحد إنه الوضع إحنا وين كنا وين صرنا يعني. يعني ما أخذنا الدورات وشفنا المنظمة صرنا هذا نعتبره أنه في حالة اجتماعية معينة لازم مساعدته. إحنا طبعاً نساعده بالجولات بالكلام ونشعره أنه هذا الشيء مش مرض وكذا، هي قلق وعبارة عن فترة معينة تروح على المركز الصحي. واحد ينفرج عليه بشغلات يعني عرفت شلون؟ تأجت عاد الشاب هذا اسمه محمد الشراء مرشد النفسي اللي يعني كان يجي يسوي معي مقابلات، وانا بضمن المقابلات يعني ارتاح او من طريق حديث تبعه يعني انا داخليا ارتاح، يعني احس ان الحياه لها طعم بعد.